وإنما أجازت الشريعة كذبا على الزوجة للإصلاح. تطبخ لك تقول يا زين طبخت لو كان كله ملح، تراها متجملة مستعدة لك يا زينة ما أجملك، وإن كانت تقول قوم هجوا الحكم من شينة، هذا للإصلاح. أما تكذب لئلا تتقي منها الغضب ثم التوتر بينك وبينها الذي ينتشر للأولاد، فليس هذا من الكذب المأذون به. فخف ربك تطب لك دنياك ويطب لك أهلك، والله أعلم. وهل يجوز التورية في هذا المقام؟ نعم، التورية بابها واسع، وهو أن يخبر بالجواب العام الحمال لأوجه. والتورية من المعاريض، وجاء الحديث عند أحمد وغيره بقوله عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، والله أعلم.